السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة. قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا القناة بالاشتراك والتفاعل على الفيديو، وشكرا لكم. بات انتقاد النجم المغربي بلال الخنوس إلى لاعب بلجيكا الألماني واشيكان، حيث أشارت تقارير بلجيكية إلى أن اللاعب الشاب مرشح بقوة ليكون البديل المثالي لداني أولمو في صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفاد الصحفي البلجيكي الشهير ساشا تافوليري أن نادي لايبزيك لا يزال يسعى جاهدا لضم النجم المغربي بلال الخنوس. يأتي هذا الاهتمام الكبير في ظل اقتراب رحيل الإسباني داني أولمو الذي قدم أداء استثنائي في يورو 2024، ما جعله هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وأضافت تقارير أن نادي لايبزيك أصبح مساعد لفتح خزائنه من اجل تقديم مبلغ 30 مليون يورو لضم النجم المغربي بلال الخنوس من نادي جينك، وذلك بعد موافقه النادي البلجيكي على الشروط الماليه للصفقه. وشهدت القيمه التسويقيه للاعب الخنوس قفزها الى خلال فتره زمنيه قصيره، مرتفعه من 100,000 يورو في عام 2022 الى 11 مليون يورو في العام التالي، لتصل الى رقم قياسي جديد بلغ 29.50 مليون يورو حاليا. هذا الارتفاع الصاروخي جعل منه اغنى لاعب في صفوف فريق جينك البلجيكي، بل اغلى لاعب في الدوري البلجيكي باكمله. رشحت تقارير صحفية إسبانية النجم المغربي إبراهيم دياز للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي لهذا العام. وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن دياز أنهى الموسم الذي كان فيه حاسما في الثلاثية البيضاء، الدوري الإسباني، كأس الملك، دوري أبطال أوروبا، مع الهدف ضد لايبزيك والذي فتح أبواب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا. وأضافت الصحيفة دياز أقنع أنشيلوتي وزاد من أهميته داخل الفريق وحقق نجاحات فردية كجزء من النجاحات الجماعية. وتابعت الصحيفة مع تجنيس المغرب أصبح مفضل لجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، والجائزة التي لم يفز بها أبدا لاعب من ريال مدريد كان آخر ملك هو أوسيمين، ويسعى إبراهيم لوراثة عرش الكرة الذهبية الإفريقية. أكد طريق سكيتو مدرب المنتخب المغربي الأولمبي صعوبات المباراة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لحساب ربع نهائي الألعاب الأولمبية. وقال سكيتو في تصريح لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: مباراة أمريكا لن تكون سهلة على المنتخبين، خصوصا وأنها في مرحلة خروج المغلوب، وعلينا تحقيق نتيجة الفوز وليس الخسارة. هناك رغبة كبيرة لتحقيق الفوز، وعلينا أن نكون غدا في كامل اللياقة البدنية والذهنية من أجل التعامل من الناحية التكتيكية بطريقة جيدة، لا من الناحية الدفاعية ولا الهجومية. نحاول الحد من خطورتهم والنقص من نقاط قوتهم واستغلال نقاط ضعفهم بشكل أفضل. اللاعبون لديهم رغبة كبيرة وتفاني كبير في تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي إن شاء الله. ليس هناك مباراة سهلة، وكانت مقابلة وكل مقابلة ولديها سيناريو الخاص بها. علينا أن نكون جاهزين، لكن السيناريوهات المحتملة نحن لا نستصغر الخصم ولا نعطيها أكثر من حجمه. هدفنا هو نصف النهائي وكتابة التاريخ لإسعاد الشعب المغربي والملك محمد السادس. نصره الله وتجري المباراة بين المنتخبين الجمعة على أرضية ملعب حديقة الأمراء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. من المحتمل أن يغيب بعض لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي على مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في حال فوز العناصر الوطنية على نادراتها الأمريكية يوم غد الجمعة لحساب ربع نهائي المسابقة. أصبح تسميد اللاعبين المغاربة مهددين بالغياب عن الدور المقبل في حال تلقيهم البطاقة الصفراء الثانية يوم غد، ويتعلق الأمر بكل من منير المحمدي، أشرف حكيمي، بلال خنوس، سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، زكريا الوحيدي، أسامة الغالين، أمير تشاريسون. هذا ويعني تلقي أحد العناصر المذكورة لبطاقة صفراء غيابه عن مباراة المربع في حال التأهل وقضائه لعقوبة الإيقاف، رغم أن جميع الإنذارات سيتم إلغاؤها في نصف النهائي. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عين الحكم الأرجنتيني يائيل كريستيسان فالكون لإدارة المباراة بمساعدة ماكسيميليانو ديليسيو وفوغاندو رودريغيز، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع للنيوزيلندي كاميل كيرك. يذكر أن المباراة بين المنتخبين ستقام يوم غد الجمعة على أرضية ملعب حديقة الأمراء في باريس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة المنتخب المغربي ونظيره الأمريكي الجمعة على الساعة الثانية لحساب ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024. وعلمت بعض الصحف من مصادر خاصة أن الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون سيقود المباراة بمساعدة مواطنيه ماكسيميليانو ديلبيسو وفوغاندو رودريغيز، وسيشغل كامبيل كيرك كوناو ووف من نيوزيلندا مهمة الحكم الرابع، في حين سيكون مواطنه إسحاق تيريفيس حكما خامسا احتياطيا. وتجرى المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره الأمريكي يوم الغد على الساعة الثانية بعد الزوال على أرضية ملعب حديقة الأمراء في باريس.
يرغب البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لفنربخشة التركي بالتعاقد مع احد اللاعبي المغاربة المميزين بالدوري الايطالي. سفيان المربط نجم وسط فيرونتينا واحد اللاعبين المرتبطين بمغادرة الفيولا هذا الصيف، استطاع تيم عدد من الاندية الكبرى بالتعاقد معه، وقاد امربط الموسم الماضي على سبيل الاعارة ضمن صفوف مانشستر يونايتد فيما انتهت اعارته بنهاية الموسم ليعود الى صفوف فيولا. بحسب موقع توتو ميركاتو الايطالي فان نادي فنربخشة يجري حاليا مفاوضات واتصالات مع الاطراف المعنية في محاولة للتعاقد مع النجم المغربي لمنح مورينيو تدعيما قويا قبل بداية الموسم. ولفت إلى أن مورينيو نفسه هو الذي يدفع بقوة نحو إبرام الصفقة، موضحة أن المدرب البرتغالي يأمل في أن يتمكن من إعطاء المفاوضات دفعة حاسمة. جدير بالذكر أن المربط يعد من أحد لاعبي المستهدفين من قبل أتلتيكو مدريد والميلان، إلى جانب وجود أمل التعاقد معه من جانب ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي قد يضمه في حال تغيرت بعض شروط الصفقة بحسب ما قالته تقارير عديدة. أعلن نادي كارديف سيتي الويلزي الممارس في الدوري الإنجليزي الممتاز تعاقده مع المغربي الأصل أنور الغازي لموسم واحد بعد إنهاء ارتباطه بفريق ماينز الألماني. وكان ماينز قد فسخ عقده مع اللاعب بسبب دعم هذا الأخير لفلسطين، ليجأ بعد ذلك الغازي إلى محكمة العمل الألمانية والتي قضت ببطلان فسخ عقد أنور الغازي من طرف الفريق قبل أن يعلن المغربي الأصل يوم أمس إنهاء ارتباطه رسميا بالنادي. وقال أنور في تصريح للموقع الرسمي للنادي: أنا متحمس للغاية وأتطلع للعب في هذا الفريق، المدينة رائعة، يجب أن أشعر وكأنني في بيتي، ومنذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا كنت أشعر بالسعادة. أعلم أنني لم ألعب منذ فترة، لقد حافظت على لياقتي البدنية، لكن التدريب الجماعي أمر مختلف بالطبع. عندما أكون في كامل لياقتي أريد مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، وبالخبرة سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص، يضيف المتحدث. من جهة أخرى أكد إيرول بولوت مدرب النادي: أنور يعرف ما هي كرة القدم في دوري الدرجة الأولى، لذا يمكنه مساعدتنا كثيرا، يمكنه أن يلعب دورا أساسيا في الأدوار الهجومية من خلال إبداعه وإنهائه للهجمات وصناعة الأهداف. أعتقد أننا سنحصل على لاعب سيحبه المشجعون في الملعب بمهاراته وتحركاته على أرض الملعب. وقال سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يكون جاهزا لأنه غاب عن كرة القدم لفترة طويلة، لكننا سنعمل على تأهيله وسنرى لاعبا ذو جودة. أكدت مصادر إعلامية رغبة الدوري المغربي نصير المزراوي في انتقال مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك رغم التواجد ديالو ضمن القائمة ديال الفريق بايرن ميونخ الألماني استعدادا للموسم القادم. ونقلا عن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن التواجد اللاعب على قائمة بايرن ميونخ التي تستعد للموسم الكروي المقبل بقيادة الإيطالي البلجيكي فينيسيت بومباني لم يغير من رغبة مزراوي في الالتحاق بصفوف الشياطين الحمر. وذكر رومانو أن مزراوي أخبر إدارة بايرن ميونخ نيته الرحيل عن صفوفه والانتقال الى مانشستر يونايتد، وايضا بخصوص توصله لاتفاق شخصي مع النادي الانجليزي. ولفت الصحفي الايطالي الى ان النادي البافاري منفتح بالفعل على اعطاء الضوء الاخضر لانتقال الظهير المغربي الى مانشستر يونايتد.